لا 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 حبايبي الكرام، كيف ان شاء الله بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام حبايبي. مثل ما انتم شايفين رجعنا لكم اليوم مقطع جديد يا صديقي، مثل ما انتم شايفين يعني مره ثانيه، مثل ما انتم شايفين كمان 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 عندنا اليوم صفقه الظلم. حبايبي ركزوا معي كيف هذا الحدث شكله جديد لاول مره بنشوفه. لا يا حبايبي قبل ما نبلش المقطع صلوا حبيبي الله يسعد اياكم، ولا تنسونا باللايكات واذا مشترك انزل دعس فعل الجرس اشترك حبيبي والله، فعل زر الجرس وفعل المعلم وخلينا ندخل معنا نشوف هذا الحدث. اوكي مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون معلم مكتوب تحقق مما اذا كنت سيئه السفقه، سيد السفقه صفقة الظلام، سيد الصفقة، معناها في صفقات يعني بنعمل رح نجرب نعمل في شغلة فيها صفقات معناها معناتها شغلة فيها بزنس بزنس. ركز معي كيف بزنس، طول بالك ركز معي كيف الشغلة فيها بزنس. اوكي انا اشوف البزنس معلم، نعمل ابدا صفقة نشوف. قولي خصم صفقة 44 معلم، ما بدي ما عجبتني ما عجبتني معلم. انا 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 ما عجبتني يا جماعة، انا ما عجبتني هاي الصفقة يا شباب، بدنا نعمل ول ولا عبر اهلي معلم، راح دخل معلم قلبه مع بخير الجيل على اليسار شباب عشان تشوفوا عشان متواجدين هون عندنا حبايبنا كثير من الشباب. طيب هديه مجاني، عندنا شيء اسمه هديه مجاني، اوكي هديه مجانيه حلو، عندنا هديه مجانيه تمام. عندنا شوفي هون كمان عندنا هذه الحزمه الهادئه للعالم السافه اللي شغلت الظلام معلم حبيبي والله، بس عندنا هون شاب في سلاح اكس ام 8 هذا السلاح معلم، نشوف شو وضعه معلم. اوكي عندنا اللفه الاولى الصفقه، اوكي مكتوب عندنا على اليمين صفقه مسابقة متاحة في اللفة التالية، يعني ايوه يعني هون معناها اذا نضرب هيك يعني هي بيعطينا اللفة اللي بعدها كم راح تكون، حلو، نضرب اول لفة يا شباب لنشوف الوضع كيف راح يكون. اوكي صندوق ديمتري، اوكي هي نزلت تحت معلم، ايوه ايوه هون على اللفة الثانية عليها خصم كمان، حلو، هات لنشوف. بيض بيض، اها شوفوا الشباب، اللفة هي شيء حلو شباب، الاحداث الجايه شباب الاحداث النازله بهالفتره شباب انه صاير كثير يعني لاحظت كثير انه الاحداث بتطلب جوائز اكثر اكثر من كثير من قبل، يعني في صار في كثير تخفيضات بكل حدث صراحه ايش بلوا شباب اكيد لاحظتوا هذا الشيء. اوكي نعمل لها تذكري مره اخرى نشوف شو راح يصير. زلمه يا اخي اعطونا السكن ولو اعطونا السكن يا زلمه كم بقى محسى عليه في اللفه الرابعه محسى عليه في اللفه الخامسه وهذا مع يا ديك ربي يا سمير. اوكي برو انا عمليك تضرب شوف ان شاء الله شوف حظ يا سلام يا سلام ما راح يعطينا سكيل. قول لي يعني هلا راح نضرب هي ب 250 بس بعدها يعني هي 350 بس صارت 200 اوكي هون باقي لك كم عدد معلم؟ باقي 1 2 3 4 5 اوكي باقي لنا 5 اشياء نحصل عليها بس يعني ما بدنا بدل السكين معلم. والله شكل السكين معلم ما يشبه شيء حلو لنشوف المعلم، هات لنشوف هذا السكين. اوه حزبة الانسان الالي بيضة معلم. اوكي اللفة اللي بعدها شباب راح تكون ب 200 جوهرة، يعني يعني الصفقات عندك اللفة العادية فهمتوا؟ وعندنا الصفقات شباب يعني الصفقات اللفة بتجي من بعد اللفة العادية، يعني إذا جاك حظك باللوز معلم حبيبي والله كم نسبة حظك معلم كمان بالتعليقات، خلينا نكتب بشوف نضرب هون وين نكتب نضرب هون نشوف 200 يا زلمة ظاهر معلم ما راح يطلع لي السكين. اه يا حنان السكين ما راح يطلع لنا يا جماعة، والحل شو رأيكم؟ نعمل يلا لف يا زلمة روح من هون ولو خلاص شباب خلاص لازم خلاص لازم ندفع هي وندفع ال 1000 جوهرة خلاص يعني شباب راحت علينا معلم. اوكي روح اضرب هي جملة حارس العالم العلوي معلم نشوف يا ترى هل يا ترى هذا الاكس ام 8 راح يكون بلوز ولا نفس الوقت نجيب هذا السكين باللوز. حزمه الهادم العالم السافلي او ماي جاد مان. اوكي عندنا هنا شاب نازل مقلاه جديده هات نشوف. قول لي قول لي دام برو اوه ول 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 شباب في في تخفيضات اسطوريه على السكنات يا جماعه ويلي 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 شو هاي خصم يصير 200% شباب في خصم على هالسكنات كلياتهم. قول لي صراحه ما انتبهت عليهم شباب في خصومات كثير نازله اليوم يا شباب. وال وال بلوس اوكي نشوف شو عم شو معنا بهالسكنات معلم. هذا مملوك هذا مملوك هذا عن ما عندي يا شباب لانه كان عندي كنت اوكي شو بدنا نحصل عليه معلم؟ بدنا نشتريه يا حجي. وال بدنا نشتريه يا معلم. طولوا بالكم شباب قول هون رخصة الخطوات اوكي اوكي ليكون ليكون عندي يا اخي ما انا قلت لحالي معلم في شيء مو طبيعي هون صاير ما
مملوكي. بطاري مملوكي بالظاهر، بس انا هاي كمان يمكن عندي الحزمه مشان هيك ما بقدر اشتريها، بس هذا ما عندي الحزمه. اوكي معلم روح. ويل بتجي ورا شباب، والله باللوز. تعال شوف هاي كمان معنا يا شباب، ما فيها تعصب. هاي كمان معلم حط طنجره باللوز. دام والله هاي كمان معنا يا شباب نجيبها. راح شباب خصومات اسطوريه معلم هون 200 جوهره. دام برو والله باللوز شباب حلو. اوكي نروح نشوف السكين شو في بعده معنا. هذا السكين عرفناه، طلع الشخصيه، طلع الحزمه. والله شباب لسه شوي مرضان بس حبيب. والله روح على الاخرى معلم، اجي لهون. اولي باللوز، يلا نفتح الحزمه شباب ونشوف وضع معلم باللوز. تزويد دام، اجي لهون. نروح نشوف الاكس ام 8 شباب، وضع الاكس ام 8 شو خاصيات الاكس ام 8. حلو اكس ام 8 عندنا هون شباب، هذا العادي بنستخدمه على 2 ضرر وواحد معدل اطلاق. عندي هذا منه 2 معدل اطلاق وواحد دقه، وهذا الجديد فيه ضرر والمدى تبعته حلوه. اوكي سرعه التحميل تمام. معناتها شباب قول لي، معناتها هذا شباب هو شكله حلو، بس راح ندخل نجرب شباب. خلينا ندخل نجرب معلم على السريع، نجرب هالاكس ام 8 ونشوف شو وضعه معلم، زي باللوز ولا مش باللوز. بس الوقت نشوف هذا السكين. يا بوي اوكي قولي قولي شوف السكين معلم. سكين يا سلام، والله سكين فكرته شوي ضخم بس يعني والله ما اشبهش، يعني خفيف شكله، خفيف واسود يعني عن جد هيك مش مرتب. حلو هنشوف الاكس ام 8 شباب نفس الوقت. وين الاكس ام 8 معلم؟ الاكس ام 8 معلم قولي 200 فيو ضرر قوي، 36 36 180 ضرر 200. اوكي 36 يضرب معلم. خلينا نشوف بعد لما ندخل نشوف شباب بالداخل، نشوف الوضع معلم بنضرب على اللاعبين، نشوف وضعه على اللاعبين كيف راح يكون. قولي وين اللاعبين معلم؟ بدنا اللاعبين يا اخي، وين اللاعبين؟ هذا هو بدل عنده حلو عم مكتوب. قولي وين رايح؟ حاول نضرب على البربر معلم، بربر 24 بربر معلم، يعني تقريبا استخدمت 10 طلقات عشان يموت اللاعب. هون معلم كان عندي 35 22 اوكي باللوز. نحاول نضرب على الهيد نشوف الوضع الهيد تبعه شلون. حلو هيد ما اشبه شيء. اوكي 18 من بعد معلم بضرب حلو، بس نشوف من هون. ويل على الهيد، ويل على الهيد معلم. حلو الهيد تبعه معلم مش مفتح السكوب، والله مش مش فيه ضرر حلو كثير. 16 160 من بعد هالبعد. اوكي طلع شباب مش مش هذا السلاح، هو شوي ما فيه سرعه بس ولكن الضرر تبعه كثير حلو. تمام معه معلم. شو معه هذا السلاح معلم؟ معه حبيبي والله ام بي 5 يا زلمه. انا اكس بتلعب من بعد شو راح اعمل؟ ما اقدر اعمل شيء. قول من اسحب اضرب من بعيد. شوف ده هو متخبي. ويل 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 حاول اضرب على الملعب. اوكي ويل برب. اوكي حبيبي هيك بقول ما تغزون شباب ساعة الصوت رايح، بس يعني الحمد لله احسن شوي. المهم حبيبنا هيك بقول انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير، ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع. بالنسبه للسكين السلاح هو حلو، بس اذا عندكم شباب السلاح دوت تبع 2 طلقات هذاك السريع، هو يعني دائما سكنات الاسلحه السرعه بتكون افضل، بس ولكن هذا ماشي وشي حلو مرتب يعني. اوكي كل شيء باللوز، الله يسعد ليكم شباب. لا تنسوا تتابعونا على الفيسبوك شباب، نعمل بزوز مباشره بشكل يومي على الفيسبوك، رابط تحت بالوصف. اوكي لا تنسوا تتابعونا على الانستغرام يا اساطير، وشكرا لكم ونشوفكم على خير ويومكم سعيد. نلتقي ان شاء الله على الظهريات باللايف ستريم على الفيسبوك. استناكم.